بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في المحاضرة الثامنة اللي هي Lecture 10 تكلمنا عن الجهاز العضلي بالتفصيل وعرفنا شنو أنواع الجهاز العضلي. اليوم في المحاضرة 11 إن شاء الله راح نتكلم عن الجهاز التكاثري أو الجهاز التناسلي الأنثوي والذكري Male and Female Reproductive System، الجهاز التناسلي الأنثوي والذكري. فراح نتكلم إن شاء الله اليوم عن الجهاز التناسلي. في البداية راح نتكلم عن الجهاز التناسلي الذكري The Male Reproductive System. خلينا نشوف شنو هذا الجهاز اللي هو الجهاز التناسلي الذكري. طبعا تتخصص أعضاء الجهاز التناسلي الذكري بالوظائف التالية. الجهاز التناسلي الذكري راح نلخصه بهذه الوظائف التالية. نجي لأول وظيفة. أول وظيفة لهذا الجهاز هو إنتاج وإصلاح ونقل الحيوانات المنوية والسائل الواقي، أي يقصد به شنو السائل المنوي سيمين. الوظيفة الثانية لهذا الجهاز بصورة عامة هو تصريف الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي الأنثوي، يعني دفع أو تصريف الحيوانات المنوية وين within the female reproductive tract، داخل قنوات الجهاز التناسلي الأنثوي. أما الوظيفة الثالثة له هو إنتاج وإفراز الهرمونات الجنسية الذكرية the reproduce and secrete male sex hormones. هذا هو بالنسبة لمن إلى الجهاز الوظائف الرئيسية للجهاز التناسلي الذكري. طبعا عندنا the external reproductive structure اللي هو شنو الهياكل او التراكيب التناسلية الخارجية. خلينا نشوف شنو هذه الهياكل او الاعضاء الخارجية بالنسبة للجهاز التناسلي الذكري. طبعا يقع معظم الجهاز التناسلي الذكري خارج جسم الرجل. الهياكل الخارجية للجهاز التناسلي الذكري هي اولا البينس اللي هو القضيب، وسكروتيوم اللي هو كيس الصفن، وكذلك تيستيكلز اللي هو شنو الخصيتين. فإن راح نتكلم عن أول عضو من الأعضاء الخارجية للجهاز التناسلي الذكري هو البينس، هو القضيب. خلينا نشوف شنو يعني القضيب. طبعا يقع معظم الجهاز التناسلي الذكري خارج الجسم. القضيب طبعا القضيب راح يكون هو عبارة أو القضيب هو العضو الذكري للجماع، يتكون من ثلاثة أجزاء. إذن القضيب من كم جزء يتكون؟ يتكون من ثلاثة أجزاء. نجي نشوف شنو هاي الأجزاء الثلاثة اللي يتكون من عدها البينس اللي هو القضيب. أولا the root، يتكون من شنو؟ يتكون من الجذر. الجذر الذي يعلق جدران بطن الجسم. إذن هذا الجسم وين راح يتعلق؟ راح يتعلق بجدار البطن، أي بطن الجسم. التركيب الثاني اللي هو glands هو شنو؟ الحشفة، راح نطلع عليه بالحشفة. نجي نشوف شنو هاي الحشفة. الحشفة هاي التي هي في نهاية مخروطية الشكل للقضيب، هي نهاية القضيب راح تكون مخروطية الشكل. هذه الحشفة glands تسمى أيضا برأس القضيب. اللي هو الهيد اوف ذا بينس. هذه الحشفة هي مغطاة بطبقة فضفاضة من الجلد تسمى القلفة فور سكين. هذا الشكل المخروطي هو رأس القضيب راح يغطى بطبقة فضفاضة من الجلد يدعى بمن بالقرف، يسمى بالقلفة اللي هو شنو فور سكين. يتم إزالة هذه القلفة. هذه القلفة يعني هو عبارة عن جلد زائد. يتم إزالة هذا الجلد في إجراء يسمى الختان. اللي هو سيركومسجن. يدعى كوت سيركومسجن. وأيضا يحتوي على جزء الثالث اللي هو شنو الجزء الثالث؟ فتحة مجرى البول. هو الأنبوب الذي ينقل السائل المنوي والبول في
في طرف رأس القضيب. أيضا عندنا شنو؟ فتحة رأس البول. هذا فتحة رأس البول هي راح تنقل السائل المنوي والبول في طرف رأس القضيب. فهذه هي الأجزاء الثلاثة اللي يتكون من عدها القضيب. يتكون قلنا من أول شيء من الجذر، ويتكون من الجلانس اللي هي الحشفة، أو يتكون من فتحة مجرى البول. طبعا هنا السائل المنوي الذي يحتوي على الحيوانات المنوية راح يطرد أو يقذف من خلال نهاية القضيب عندما يبلغ الرجل الذروة الجنسية أو النشوة الجنسية أورجازم. عندما يكون القضيب منتصبا فقط تدفق، فعند تدفق السائل المنوي يتم حظر البول من مجرى البول، مما يسمح بإنزال السائل المنوي فقط عند النشوة الجنسية. هاي كلها الشرح بالنسبة لمن؟ للقضيب. راح نجي للجزء الثاني من الأعضاء الخارجية لجهاز التناسلي الذكري، هو سكروتوم. سكروتوم نجي نشوف شنو هذا السكروتوم. هو يقصد به كيس الصفن. شنو هذا كيس الصفن؟ كيس الصفن هو كيس جلدي رخو يشبه الجيب، يتدلى خلفه القضيب. هو كيس رخو يشبه الجيب، يتدلى خلفه شنو؟ يتدلى خلفه البينس اللي هو القضيب. هذا الكيس يحتوي على الخصيتين بالإضافة للعديد من الأعصاب وأوعية الدم. هذا كيس الصفن يحتوي على شنو؟ يحتوي على الخصيتين تيستس، وكذلك يحتوي على العديد من الأعصاب وأوعية الدم. يحتوي كيس الصفن أيضا على وظيفة وقائية. يحتوي كيس الصفن على وظيفة وقائية يعمل كنظام للتحكم في الخصيتين. إذا إلى وظيفة، هذه الوظيفة هو يعمل كنظام للتحكم في الخصيتين من أجل النمو الطبيعي للحيوانات المنوية. يجب أن تكون هذه الخصيتين في درجة حرارة طفيفة أبرد من درجة حرارة الجسم قليلا. بهذه الحالة راح تسمح له، تسمح للعضلات الخاصة في جدار كيس الصفن بذلك راح تنقبض وتسترخي، وتحريك الخصيتين أيضا بالقرب من الجسم راح يكون للدفء وأيضا إلمن للحماية تمبرتشر. عندنا الجزء الثالث من أجزاء الخارجية لجهاز التناسل الذكري هو تيستيكلز أو تيستس. هو شنو؟ هو الخصيتين. خلينا نشوف شنو يعني بالخصيتين. الخصيتين هي عبارة عن أعضاء بيضاوية بحجم الزيتونة الكبيرة موجودة. وين هذه الخصيتين؟ هذه الخصيتين موجودة في كيس الصفن سكروتوم. راح تكون مؤمنة في كلا الطرفين بتركيب يسمى الحبل المنوي سبيرماتيك كورد. راح يكون مؤمن من الطرفين بتركيب يدعى سبيرماتيك كورد. اللي هو شنو هو سبيرماتيك كورد؟ الحبل المنوي. طبعا اغلب الرجال راح تكون لديهم خصيتان. الخصيتان راح يكون مسؤولتان عن صنع هرمون التستوستيرون. الخصيتان مسؤولتان عن صنع هرمون. اي هرمون؟ هو هرمون التستوستيرون، هو هرمون الذكورة الأساسي. ولتوليد الحيوانات المنوية داخل الخصيتين توجد كتل ملفوفة من الأنابيب تسمى الأنابيب المنوية، تسمى الأنابيب المنوية. هذه الأنابيب شنو راح تكون وظيفتها؟ هذه الأنابيب اليوتيوبيولوس، هذه الأنابيب المنوية راح هي مسؤولة عن إنتاج خلايا الحيوانات المنوية من خلال عملية تسمى تكوين الحيوانات المنوية اللي هي سبيرماتوجينيسيس. نجي إلى الجزء الرابع من الأعضاء أو من الأجزاء التناسلية الخارجية اللي هو الإبيديدمس. إبيديدمس اللي هو شنو نصط عليه؟ نصط عليه البربخ. نجي نشوف شنو هذا البربخ. البربخ هو عبارة عن أنبوب طويل ملفوف يقع على الجانب الخلفي من كل من الخصيتين. يعمل في نقل، شنو وظيفته؟ يعمل في نقل وتخزين خلايا الحيوانات المنوية التي يتم إنتاجها هويا في الخصيتين.
كما أن مهمة البربخ هي جلب الحيوانات المنوية إلى النضج، هي جلب الحيوانات المنوية إلى النضج، لأنها منذ أن تخرج من الخصيتين هذه الحيوانات المنوية راح تكون غير ناضجة وغير قادرة على الإخصاب fertilization. خلال الإثارة الجنسية راح تدفع الانقباضات الحيوانات المنوية المل إلى الأسهر vas deferens، راح تدفع المل إلى الأسهر، هاي خلال الإثارة الجنسية. نجي نشوف شنو هو الأسهر، راح نتكلم عنه بعد قليل بالتفصيل شنو هو الأسهر. طلاب بالنسبة لهذه الأنواع الأربعة اللي هي كيس الصفن والخصيتين والقضيب والبربخ، هذن مثلا الأجزاء الخارجية للجهاز التناسلي الذكري. فهسه راح نتكلم عن الأجزاء الداخلية وليس الخارجية، الأجزاء الداخلية أو الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي الذكري the internal reproductive organs. الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي الذكري تسمى أيضا بملحقات الأعضاء، تدعى أيضا لها بملحقات الأعضاء. خلينا نشوف شو راح تتضمن هذه ملحقات الأعضاء. أول عضو من هذه الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي الذكري هو الفاس ديفرنس، اللي هو شو يقصد بالأسهر. نجي نشوف شنو يقصد بالأسهر. الأسهر هو عبارة عن أنبوب عضلي طويل ينتقل من البربخ في تجويف الحوض خلف المثانة مباشرة. شنو وظيفة هذا الأسهر؟ هذا الأسهر راح ينقل الحيوانات المنوية الناضجة المن إلى مجرى البول استعدادا إلى شنو؟ استعدادا لعملية القذف. هذا هو الأسهر بالتفصيل موقعه ووظيفته. Ejaculatory ducts، هاي هي القناة أو الجزء الثاني من الأجزاء من الأعضاء الداخلية التناسلية الذكرية. نقصد بشنو قنوات القذف. نجي نشوف شنو يقصد بقنوات القذف. تشكل هذه عن طريق اندماج الأسهر والحويصلات المنوية. قنوات القذف شلون تتشكل؟ راح تتشكل عن طريق اندماج الأسهر اللي هو الفاز ديفرنس on the seminal فيزيكال والحيوانات المنوية أو الحويصلات المنوية. هذه تفرغ قنوات القذف في مجرى البول، تفرغ قنوات القذف وين؟ في مجرى البول. يوريثرا، الجزء الثالث هو اليوريثرا اللي هو شنو؟ الأحليل. خلينا نشوف شنو الأحليل يقصد به، اللي هو الجزء الثالث من الأعضاء التناسلية الذكرية الداخلية. هذا الأحليل، الأحليل هو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة، هذا الأحليل هو الأنبوب الذي ينقل البول from the bladder من المثانة المن إلى خارج الجسم. هاي وظيفته الرئيسية. الميل في الذكور لها وظيفة إضافية. شنو الوظيفة الإضافية؟ تمثل في قذف السائل المنوي عندما يصل الرجل إلى النشوة الجنسية. الأحليل راح وظيفة ثانية هو يمثل في قذف السائل المنوي عندما يصل الرجل إلى النشوة الجنسية. عندما يكون القضيب شنو؟ عندما يكون القضيب منتصبا أثناء ممارسة الجنس. فإن عند التدفق يتم حظر البول من مجرى البول، مما يسمح بإنزال السائل المنوي فقط في حالة النشوة الجنسية. عندنا الجزء الرابع من الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي الذكري هو seminal vesicles، اللي هو شنو طلاب؟ هو الحويصلات المنوية. نجي نشوف شنو يقصد بالحويصلات المنوية. الحويصلات المنوية هي عبارة عن جيوب تشبه الكيس وترتبط بالأسهر بالقرب من قاعدة المثانة. تنتج هذه الحويصلات المنوية سائل غني، يعني تنتج سائل غني من السكر، وراح يمثل بما بالفركتوز، راح يمثل هذا السائل بالفركتوز. يمد الحيوانات المنوية بمصدر للطاقة ويساعد في ذلك حركة الحيوانات المنوية. يتكون هذا السائل الحويصلات المنوية معظم حجم سائل القذف في الرجال. نجي إلى الجزء الخامس من الأعضاء التناسلية الذكرية الداخلية هو بروستاتا جلاند، اللي هو غدد البروستاتا. ها شنو هذا غدد البروستاتا؟ طبعا غدة البروستاتا هو تركيب بحجم الجوز تحت المثانة البولية أمام المستقيم، أمام المستقيم.
هذا الغدد تساهم غدة البروستات بتكوين سائل إضافي للقذف. شنو وظيفته؟ راح يساعد سوائل البروستاتا أيضا على تغذية الحيوانات المنوية. هاي بالنسبة إلى غدة البروستاتا. أما الجزء الأخير والسادس من الأعضاء التناسلية الداخلية للجهاز التناسلي الذكري هو البولبو أوريثرال جلاند، اللي هو نقصد به الغدد البصلية الأحليلية. هذه الغدد البصلية الأحليلية أو غدة كاوبرز تشبه حبة البازلاء. أين تقع؟ تقع على جوانب مجرى البول أسفل غدة البروستات. تنتج هذه الغدد سائلا لزجا زلقا. شنو وظيفته؟ يفرغ مباشرة في مجرى البول. هذا السائل يعمل على تلين مجرى البول ويحيد أي حموضة قد تكون موجودة بسبب قطرات البول المتبقية في مجرى البول. طلاب، هاي بالنسبة لمن للأعضاء التناسلية الداخلية للجهاز التناسلي الذكري، اللي هي تشمل الحويصات المنوية وتشمل غدة البروستات وتشمل غدة البصلية الأحليلية وتشمل الأزهر وتشمل أيضا قنوات القذف وكذلك الأحليل. طبعا عندنا موضوع آخر اللي هو How does the male reproductive system function؟ كيف يعمل الجهاز التناسلي الذكري؟ خلينا نشوف كيف يعمل هذا الجهاز التناسلي الذكري. طبعا يعتمد الجهاز التناسلي الذكري بأكمله على الهرمونات، يعتمد بأكمله على الهرمونات، وهي مواد كيميائية تحفز أو تنظم نشاط الخلايا أو الأعضاء. هذه الهرمونات الأولية الغنية في عمل الجهاز التنفسي المعنية في عمل الجهاز التناسلي الذكري هو الهرمون المنشط للجريب، follicle stimulating hormone، راح نرمز له بال FSH. وأيضا عندنا هرمون ال LH luteinizing hormone، وأيضا عندنا هرمون التستوستيرون، هرمون التستوستيرون. هذين الهرمونات الثلاثة يعتمد عليهم الجهاز التناسلي الذكري بعمله. طبعا يتم إنتاج هرمون الـ FSH والـ LH بواسطة الغدة النخامية الموجودة في قاعدة الدماغ. الـ FSH هو ضروري لإنتاج الحيوانات المنوية، أما هرمون الـ LH هو راح يحفز على إنتاج هذه الحيوانات من هرمون التستوستيرون، وهو أمر ضروري لمواصلة عملية تكوين الحيوانات المنوية. طبعا التستوستيرون مهم أيضا في تطوير الخصائص الذكورية بما في ذلك كتلة العضلات وقوتها وتوزيع الدهون وكتلة العظام والدافع الجنسي. إذن كلهم يتحكم بهن هرمون التستوستيرون. طلاب، عندنا موضوع آخر يقول: هل يمر الرجل بسن اليأس؟ طبعا مثل ما تعرفون أنه سن اليأس هو مصطلح يطلق أو يستخدم لوصف نهاية وظيفة الدورة الشهرية الطبيعية للمرأة. يتميز سن اليأس عند النساء بالتغييرات في إنتاج الهرمونات. هذه الخصيتين هي عكس المبايض في النساء، الأوفرز اللي هي عكس المبايض. لا تفقد القدرة على إنتاج الهرمونات إذا كان الرجل بصحة جيدة، يكون قادر على جعل الحيوانات المنوية في 80 من عمره أو أكثر. من ناحية أخرى قد تحدث تغيرات طفيفة في وظيفة الخصيتين في وقت مبكر من 45 حتى سن 50. طبعا العديد من الرجال الهرمون قد ينتج طبيعيا عندهم في سن الشيخوخة، حتى وإن كان في سن الشيخوخة، بينما قد يعاني البعض الآخر من الرجال من انخفاض الهرمون الذكري في وقت مبكر، وأحيانا نتيجة مرض، وأهم هذا الأمراض هو مرض السكري. هذا مرض السكري راح يؤثر على إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال. أعزائي الطلبة، هذا كل ما يخص الجهاز التناسلي
الذكري. أخذنا الوظائف الرئيسية للجهاز التناسلي الذكري، وأخذنا الأعضاء الخارجية للجهاز التناسلي الذكري، وأيضا أخذنا الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي الذكري، وأيضا عرفنا كيف يعمل الجهاز التناسلي الذكري، وهل أن الرجل يمر بسن اليأس أم لا، وعرفنا كيف يكون الوضع. فراح نتكلم حاليا عن The Male Reproductive System، الجهاز التناسلي الأنثوي. نجي نشوف شنو هذه الوظائف للجهاز التناسلي الأنثوي. أول وظيفة للجهاز التناسلي الأنثوي، راح تنتج البويضات الأنثوية الضرورية للتكاثر. هذه البويضات تدعم أوفر أو تدعم أوسايتس. الوظيفة الثانية هي نقل البويضات إلى موقع الأخصاب، نقل البويضات إلى موقع الأخصاب. الوظيفة الثالثة للجهاز التناسلي الأنثوي، راح يحدث الحمل وهو أخصاب البويضة بواسطة حيوان منوي، عادة وين؟ في قناة فالوب. أما الوظيفة الرابعة له، بعد الحمل راح يوفر الرحم بيئة آمنة ومؤاتية للطفل قبل أن يحين الوقت لنقل لتشق طريقها إلى العالم الخارجي. أما الوظيفة الخامسة، راح ينتج إذا لم يحدث الأخصاب فإن النظام مصمم للحيض، يعني شنو هو السفك شهري لبطانة الرحم. أما الوظيفة السادسة، راح ينتج الجهاز التناسلي الأنثوي هرمونات جنسية أنثوية تحافظ على الدورة التناسلية. هاي هي الوظائف الرئيسية للجهاز التناسلي الأنثوي. طبعا أثناء انقطاع الطمث راح يتوقف الجهاز التناسلي للأنثى تدريجيا الهرمونات الأنثوية الضرورية لعمل الدورة التناسلية. عندما الجسم ينتج فترات طويلة هذه الهرمونات، راح تعتبر المرأة في مرحلة انقطاع الطمث. طلاب، نتكلم عن الأعضاء التناسلية الخارجية للجهاز التناسلي الأنثوي، External Reproductive Organ، الأعضاء الخارجية للجهاز التناسلي الأنثوي. نعدنا أول عضو خارجي هو اللابيا ماجورا. إيش نقصد به؟ نقصد به الشفرتين الكبيرتين. خشوف شنو نقصد بالشفرتين الكبيرتين. هذه الشفرتين الكبيرتين يرفقان ويحميان الطرف الخارجي من الأعضاء التناسلية الأنثوية. الجزء الثاني من الأعضاء التناسلية الخارجية الأنثوي هو اللابيا ماينورا. نقصد به شنو؟ الشفرتين الصغيرتين. يمكن أن تكون الشفرتين الصغيرتين هي شفاه صغيرة، يمكن أن تكون هي شفاه صغيرة تصل إلى 2 بوصة. هذه الشفاه تقع داخل الشفرتين الكبيرتين وتحيط بها فتحات المهبل، القناة التي تصل إلى الجهاز السفلي من الرحم إلى خارج الرحم، والأحليل اللي هو الأنبوب الذي راح ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم. هذا بالنسبة إمّا للشفتين الصغيرتين. عندنا الجزء الثالث من الأعضاء الخارجية للجهاز التناسلي الأنثوي، بارثولين جلاند، اللي هو غدة بارثولين. تقع هذه الغدة بجوار فتحة المهبل وتفرز سائل مخاطي. عندنا الجزء الأخير اللي هو كلايتورس، اللي هو شنو؟ البظر. تلتقي الشفرتان الصغيرة عند البظر، وهو نتوء صغير وحساس مشابه للقضيب عند الذكور. البظر أيضا مغطى بطية من الجلد تسمى القلفة. نجي نتكلم عن الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي الأنثوي، ونجي نشوف شنو يتضمن الأعضاء التناسلي الداخلية لأعضاء التناسل. أول شيء هو الفيجينا اللي هو المهبل. المهبل هو قناة تصل عنق الرحم، أي جزء السفلي من الرحم، المن إلى خارج جسم الرحم، تعرف باسم قناة الولادة. قناة الولادة أوترس، اليوترس اللي هي الجزء الثاني هو الرحم. الجزء الثاني من أعضاء التناسلية الداخلية الأنثوي هو الرحم. نجي نشوف شنو الرحم. الرحم هو عضو مجوف على شكل كمثرة، وهو موطن لنمو الجنين. ينقسم الرحم إلى قسمين،
إلى قسمين. أول شيء هو عنق الرحم سيرفكس، عنق الرحم وهو الجزء السفلي الذي يفتح على المهبل، والجزء الرئيسي للرحم يدعى بالجسم. يمكن أن يتوسع الجسم بسهولة لحمل الطفل. طبعا يوجد قناة من خلال عنق الرحم يسمح للحيوانات المنوية بالدخول والخروج وخروج دم الحيض أيضا. عندنا الجزء الثالث من الأعضاء التناسلية الداخلية الأنثوية هو الأوفريس اللي هو المبايض. المبيضان هو عبارة عن غدد صغيرة بيضاوية الشكل تقع على جانبي الرحم، على كل جانب من الرحم. طبعا ينتج المبيضان البويضات والهرمونات. عندنا الجزء الأخير والرابع من الأعضاء التناسلية الداخلية للجهاز التناسلي الأنثوي اللي هو الفالوبين تيوبس اللي هو قناة فالو. هي قنوات ضيقة متصلة بالجزء العلوي من قناة الرحم، وتكون بمثابة التفاق البويضات، انفاق البويضات للانتقال من المبيضين إلى الرحم. هاي وظيفتها الرئيسية. عادة ما يحدث الحمل وهو إخصاب البويضة بواسطة الحيوانات المنوية، ثم تنتقل البويضة الملقحة إلى الرحم حيث تنغرس على جدار الرحم. هاي بالنسبة إلى وظائف قناة فالوب. طبعا عندنا موضوع يقول ماذا يحدث خلال الدورة الشهرية للأنثى؟ ماذا يحدث خلال الدورة الشهرية للأنثى؟ طبعا الإناث في سن الإنجاب يعني أكثر شيء من 11 سنة إلى 16 سنة راح يمرون بدورات من نشاط هرموني يتكرر كل شهر تقريبا. مع كل دورة يستعد جسم المرأة للحمل المحتمل سواء كانت بنية المرأة أو لا. على المدى يشير الحيض إلى التساقط الدوري لبطانة الرحم. تستغرق الدورة الشهرية المتوسطة حوالي 28 يوم. الدورة الشهرية المتوسطة للنساء تستغرق 28 يوم وتحدث على مراحل. شنو هذه المراحل؟ أول شيء هي المرحلة الجرابية follicular phase، المرحلة الجرابية. المرحلة الثانية هو ovulatory phase اللي هي شنو هي؟ المرحلة التبويض. أما المرحلة الثالثة هو luteal phase اللي هو شخص عليه مرحلة الجسم الأصفر. هاي المراحل الثلاثة راح نتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله. طبعا تستغرق هناك أربعة هرمونات رئيسية هي مواد كيميائية تحفز أو تنظم نشاط الخلايا والأعضاء المشاركة في الدورة الشهرية. نجي نشوف شنو هذه الهرمونات الرئيسية. أول هرمون هو الفوليكل ستيمولاتينج هرمون اللي هو الهرمون منبه الجريب، وكذلك الهرمون اللوتيني، وكذلك الاستروجين، وكذلك البروجسترون. هاي الهرمونات الأربعة اللي راح تحفز أيضا على من خلال الدورة الشهرية للأنثى. طلاب نتكلم عن أول مرحلة من مراحل الدورة الشهرية هو الفوليكولار فيس اللي هو شنو هو؟ اللي هو المرحلة الجرابية. المرحلة الجرابية تبدأ هذه المرحلة في اليوم الأول من الدورة الشهرية. خلال هذه المرحلة اللي هي المرحلة الجرابية راح تحدث عدة أمور. نجي نشوف شنو هذه الأمور. أولا نوعان من الهرمونات اللي هي الهرمون المنبه للجريب FCH والهرمون اللوتيني اللي هو LH راح تخرج من الدماغ وتنتقل في الدم إلى المبايض. هاي أول شيء راح يحدث بهذه المرحلة. اثنين، إيش راح يصير بهذه المرحلة؟ راح تحفز الهرمونات نمو حوالي من 20 إلى 15 بويضة في المبيضين. في كل منهما تمتلك قوة تسمى جريب، تمتلك قوقعة تسمى جريب. نجي نشوف الثالث شيء راح يحصل. تؤدي هذه الهرمونات اللي هي الـ FCH والـ LH أيضا إلى زيادة إنتاج هرمون اللي هو الهرمون الاستروجين الأنثوي. بعد إيش راح يصير؟ مع ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين مثل التبديل فإنه يوقف إنتاج الهرمون المنبه للجريب. هذا التوازن الدقيق للهرمونات راح يسمح للجسم بالحد من عدد البصيلات التي تكمل النضج أو النمو. المرحلة الخامسة والأخيرة من هذه المرحلة الرئيسية، مع تقدم المرحلة الجرابية تصبح بصيلة واحدة في مبيض واحد.
هي المهيمنة، ويستمر في النضج هذا الجريب المهيمن راح يقمع كل البصيلات الأخيرة في المجموعة، نتيجة لذلك راح يتوقف عن النمو ويموت، ويستمر الجريب المهيمن في إنتاج هرمون الاستروجين. هذه الأحداث كلها راح تصير وين؟ في مرحلة الجرابية. نجي للمرحلة الثانية اللي هو الأوفيولاتوري فيس، اللي هو شنو؟ مرحلة التبويض. تبدأ مرحلة التبويض بعد حوالي 14 يوم من بدء المرحلة الجرابية. مرحلة التبويض هي منتصف الدورة الشهرية من المرحلة التالية، تبدأ فترة الحيض بعد حوالي أسبوعين. خلال هذه المرحلة تحدث الأمور التالية. شو راح تحدث هذه الأمور التالية؟ أولا، يؤدي ارتفاع هرمون الاستروجين من الجريب السائد إلى زيادة كمية الهرمون اللوتيني الذي ينتجه هو الدماغ. اثنين، يؤدي إلى إطلاق الجريب السائد للبويضة من المبيض. ثلاثة، عندما يتم إطلاق البويضة وهي عملية تسمى الأباضة، راح يتم التقاطها من نتوءات تشبه الأصابع في نهاية قناة فالوب. هذه النتوءات تخرج البيضة المن إلى الأنبوب. أربعة، راح يصير المرحلة الرابعة والأخيرة. خلال هذه المرحلة هناك زيادة في كمية وسمك المخاط راح يفرز من عمق الرحم. إذا كانت المرأة بهذه الحالة تعاني الجماع خلال هذا الوقت، هذا المخاط السميك سوف يلتقط الحيوانات المنوية من الرجل ويغذيها ويساعدها على التحرك نحو البويضة لغرض التخصيب. نجي للمرحلة الأخيرة المكملة اللي هو لوتيال فيس، اللي هي مرحلة الجسم الأصفر. تبدأ هذه المرحلة مباشرة بعد الإباضة، وتتضمن الأمور التالية. أولا، بمجرد أن يطلق البويضة يتطور الجريب الفارغ إلى تركيب جديد يسمى الجسم الأصفر. اثنين، يفرز الجسم الأصفر هرموني الاستروجين والبروجسترون، ويعد هرمون البروجسترون إلى الرحم لغرس البويضة المخصبة، ويعيد هرمون البروجسترون إلى الرحم لغرض البويضة المخصبة. ثالثا، شرح يصير إذا حدث الجماع وقامت الحيوانات المنوية للرجل بتخصيب البويضة اللي هي عملية تسمى الحمل، لتنتقل البويضة الملقحة عبر قناة فالوب المن إلى الرحم للزراعة أو تنغرس في الرحم. بهذه الحالة راح تعتبر المرأة حامل. بعد الشرح يصير في النقطة الرابعة والأخيرة، إذا لم يتم تخصيب البويضة فإنها تمر عبر الرحم، لا حاجة لدعم الحمل، وبطانة الرحم هنا راح شنو؟ راح تتفكك وتسقط، وبعد ذلك تبدأ فترة الحيض، وهكذا تستمر عملية فترة الحيض والدورة الشهرية. كم بيضة تمتلكها المرأة؟ طبعا خلال حياة الجنين هناك حوالي من 6 إلى 7 ملايين بويضة تمتلكها المرأة. أعزائي الطلبة، إلى هنا تنتهي المحاضرة. طبعا تكلمنا بالتفصيل عن الجهاز التناسلي الذكري، وعرفنا شنو أجزائه، وأيضا عن الجهاز التناسلي الأنثوي، وعرفنا شنو أجزائها. إلى هنا تنتهي المحاضرة، وشكرا جزيلا لحسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.